ازيكم يا اصحابي، عاملين ايه النهارده يا جماعه؟ هنعمل مقلب في المعلمه الشريره وجوزها في رمضان. يلا بينا نبدا المقلب دلوقتي يا جماعه. هي نايمه وظابطه المنبه عشان تصحى تعمل الاكل، بس انا هبوظ لها المنبه. شوفوا هتصحى دلوقتي. الوقت عدى وما لحقتش تعمل الاكل. يلا بينا نعمل فيها مقلب كمان. وقعت في الارض يا جماعه، جالها دوخه. يلا بقى نروح لايه، نحط لها ازازه الميه عشان تنسى وتشرب وتفطر. يا فاطره يا فاطر رمضان يا غاضب ربك. ادي الفرخه في الميكروويف، احنا هنحط لها ايه؟ جلو. هنحط لها جلو في الميكروويف عشان مش هتعرف تفتحه. يلا بقى يا حبيبتي اقفلي. بص بص ما تعيطيش يا حبيبتي ما تعيطيش. تعالوا نحط لها يا جماعه نيتروجين جاز. يلا بينا. يلا بقى ورينا بقى. يا عيني يا عيني، لسانها لزق يا جماعة. بص بقى هنعمل فيها ايه دلوقتي. هي هتقعد، هنحط لها لزقة على الكرسي، هتلزق في الكرسي يا جماعة، هتلزق في الكرسي. يلا بقى خدي. يلا يا حلوة. يلا بينا. بص بص. هنحط لها هنا كرات من القطن، هيقف في زورها يا جماعة، هتاكل قطن يا جماعة. بص 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 بص. يا لهوي هتموت يا جدعان. بص برقت ازاي، هتموت. نشوف هنعمل له ايه. هنحط يا جماعه. اوه لا يا جماعه، خليناهم يفطروا. وبكده يا اصحابي نكون خلصنا المقلب في المعلمه الشريره في رمضان. انتظروني الحلقه الجايه.